الأخبار من ATV العدالة وفيها: تواصل المشاورات الحكومية النيابية للتباحث حول الوضع السياسي الحالي. الخالد: لن نتوقف حتى نقضي على آفة المخدرات. الصحة: تحديات التصدي للأمراض الوراثية تتطلب تعاون المتخصصين. انطلاق فعاليات ملتقى إنجازات كويتية شبابية النسخة الرابعة. تعاون كويتي سعودي في مجال السياحة. روسيا تواصل قصفها المكثف، والغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري. ومن العناوين إلى التفاصيل: ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف مع الكتل والتيارات السياسية، التقى اليوم مع عدد من أعضاء مجلس الأمة. وعقب اللقاءات صرح عدد من النواب بأنه كان لقاء مثمرا وإيجابيا. وفيما يتعلق بالتشكيل الحكومي، فقد تم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات. وأن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء اللقاء على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن محاولات إغراق البلاد بآفة المخدرات أصبحت أكثر شراسة واحترافية، خصوصا بمجالي الترويج والتهريب. وأعرب الخالد خلال إشرافه على فك أحراز حوالي 90 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة قادمة إلى البلاد في طرادا بطريقة مبتكرة، عن تقديره لجهود رجال الأمن المستقبل في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف أبناء المجتمع. هذا الشبك مونا شبك يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح قدامكم الحين حرب ممنهجة على الكويت وهلها. الحرب مع الأسف يعني بالبر والبحر ومن الجو، يعني يبون يدمرون منه الشباب. يدمرون الشباب. المستقبل مستقبل منه، مستقبل الدولة، جيل الشباب، الجيل كله، أجيالنا المستقبلية اللي راح يمسكون بإذن الله إدارة البلد راح يدمرونه. فهذه عادة بالنسبة لنا حرب ممنهجة مبرمجة على هدم مستقبل الدولة، وهذا مستحيل بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال اللي نقبل فيه. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمجهودكم الكل بدون استثناء، سواء كانوا بالخفر ولا بالإدارات الأخرى، الأمن الجنائي، إخواننا في خفر السواحل، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، كل أجهزة الدولة، إخواننا بالجمارك، الله ثم هم اللي إن شاء الله نحمي بلدنا من هالسموم اللي قاعد يتلفون مستقبل ويدمرون مستقبل دولة كاملة بأجيالها. أكدت وزارة الصحة أن التحديات التي تواجه التصدي للأمراض الوراثية تتطلب التعاون والعمل المشترك بروح الفريق بين المختصين في فروعها. وأشادت ممثل وزير الصحة راعي مؤتمر الكويت الدولي الثامن للأمراض الوراثية مديرة الإدارة الفنية الدكتورة نوفا الشمري في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه مركز الكويت للأمراض الوراثية، ويستمر 3 أيام بالدور الذي يؤديه المركز في التصدي لتلك التحديات. أكدت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية الدكتورة خلود العلي التزام المركز بتوفير رعاية آمنة وعالية الجودة لجميع المرضى، لافتة إلى أن المركز هو التخصصي الوحيد في الكويت وأنه يقدم خدمات نفسية متعددة التخصصات. وقالت العلي في كلمة لها خلال احتفال المركز باليوم العالمي للصحة النفسية برعاية مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية
الدكتور عبد اللطيف السهلي وحضور كوكبة من الأطباء والمختصين في هذا المجال، قالت إن الاحتفال بهذه المناسبات من شأنه زيادة وعي الأفراد والمجتمعات بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية. ويتم الاحتفال بهدف عدة بنود: زيادة وعي الأفراد والمجتمعات بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، كما تشكل هذه المناسبة فرصة لكل العاملين في مجال الصحة النفسية للحديث عن أنفسهم والتعريف بطبيعة عملهم. دعم المرضى النفسيين للتحدث عن الأمراض النفسية دون خجل أو خوف، وتشجيع على التعامل معها كالأمراض الجسدية. طبعاً مركز الكويت للصحة النفسية يقدم الكثير ويؤكد على الالتزام بتوفير رعاية آمنة وعالية الجودة من خلال طبعاً الوحدات التخصصية والوحدات العامة، كتقديم خدمات كبار السن، خدمات الأطفال والمراهقين، الرعاية النهارية، كما أن وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية تقوم بتقديم خدمات متعددة على سبيل المثال للحصر وتغطية العديد من الأماكن: مكتب حماية الطفل، مستشفى السجن، عيادة السمنة في مستشفى الأميري، مستوصف قرطبة، مستوصف العدالية، مستوصف الخالدية. انطلق حفل فعاليات ملتقى إنجازات كويتية الشبابية الرابع بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب بتكريم نخبة من أبطال الكويت الذين تميزوا بإنجازاتهم في مختلف المحافل الدولية والعربية، حيث صرح رئيس مبادرة إنجازات كويتية المستشار جمال العدواني بأنه تم اختيار شخصية الملتقى لهذا العام البروفيسور الدكتور طارق سنان لعطاءاته وإسهاماته المتميزة وإنجازاته الكثيرة في مجال الطب والصحة. وعلى هامش الملتقى أقيمت عدة جلسات نقاشية لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات. اليوم نشهد انطلاق الشمعة الرابعة في ملتقى إنجازات كويتية شبابية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب. اليوم يتم تكريم 30 شخصية كويتية منجزة من خلال جهات حكومية تم الترشيح. الإنجازات هذه تكون بشكل مرتب بشكل حلو، دائما هم حافز كبير لتشجيع الشباب والبنات اللي يقدمون شيء مميز وحلو في محافل دولية. اليوم أطلق المهرجان ملتقى إنجازات كويتية شبابية في 2019 كان تحت رعاية وحضور السيد عبد الرحمن مطيري، واليوم إن شاء الله بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب نطفي الشمعة الرابعة من خلال مسرح الأكاديمية الفنون في منطقة الدعية. شكرا لحضوركم ولتغطيتكم، ولولا وجودكم ما تميز هذا الملتقى وطلع بشكل مرتب بشكل حلو. هذا الشيء جذبني لأن هذا يتكلم عن إنجازات الشباب، ودور اليوم هو ليس يتكلم عن إنجازاتي إنما هو نقل خبرتي للشباب كيف يصيرون أهما ناجحين وعندهم إنجازات، وما هي القواعد التي أنا مريت فيها والصعوبات التي قد يستفيدون من هذه الخبرة لنجاح. كل واحد مولود عنده القدرة أن يصبح ناجح، سواء عنده موهبة أو ما عنده موهبة، عنده فرصة أو ما عنده فرصة، عنده فلوس أو ما عنده فلوس، دائما في طريق نجاح بأي وسيلة هو صعب له خطوات. إذا تبعنا هذه الخطوات وقدرنا أن نكون صبورين وشغوفين وعندنا طموح، بالنهاية رح نوصل للنجاح، وبعد النجاح هو الإنجاز، وبعد الإنجاز هو الإبداع. لا يوجد وقت محدد للوقوف أو للنظر أن والله أنا وصلت للنجاح بس وقفت خلاص، لأن إذا وقفت سوف تتعب، وإذا تعبت سوف تمل، وإن مليت النجاح سوف يختفي مع الوقت، فلا يوجد زمن محدد. قال نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمد فهد الشتالي إن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات مع الجهات الحكومية بحثت تنظيم أعمال ومواقع التخييم الربيعي لموسم 2022-2023 ومتابعة توصيات تقييم كفاءة أداء الجهات المعنية في مكافحة التصحر. وأضاف الشتالي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات كاستعراض المواقع المخصصة بصفة مؤقتة لتخييم وعرض المخططات التنظيمية للمواقع ومناقشة اقتراحات الجهات المعنية على مواقع المخيمات والتعديلات التي طرأت عليها، علاوة على استعراض الشروط والأحكام الخاصة بترخيص المخيمات. افتتح جمعية الصفا الخيرية الإنسانية 6 مشاريع في قرغيزستان، منها قرية للأرامل ومستشفى يخدم عشرات الألاف.
وحضر افتتاح المشاريع المدير العام للجمعية الدكتور محمد الرشيدي وممثل الأمانة العامة للأوقاف أحمد الفهد وشخصيات ورموز دينية من الكويت وعدد من المحسنين ومجموعة من القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ضمن رحلة شركاء الخير 12. غادر وفد شركاء الخير 12 العاصمة بشكك متوجها لمدينة أوش القرغيزية، وذلك في يومهم الرابع لافتتاح 6 مشاريع ضخمة، بداية في قرية قورشاب النائية، حيث تم افتتاح دار أيتام علي ثنيان الغانم وفايز الخرافي، وتشمل الدار مدرسة مجهزة بالكامل وسكنا خاصا للأيتام وصالة طعام، ووزعت حقائب مدرسية للأيتام. ابتدأنا في دار أيتام العم علي الغانم والدكتورة فايزة الخرافي، وبعد ذلك افتتحنا مشغل خياطة، وبعد مشغل خياطة افتتحنا مستشفى العام وهو عام لجميع التخصصات، وافتتحنا بعد ذلك مركز تحفيظ القرآن، وبعد مركز تحفيظ القرآن قرية الأرامل التي تضم 150 بيت للأمانة العامة للأوقاف، وأخيرا هذه الصالة من بيت الزكاة من المتبرعين الكرام. بتكلم عن هذه الصالة الأيتام اللي داخل هذه الصالة كانوا يفتقدون لهذه الصالة، وكانت مهمة من أجل الأيتام، وذلك بسبب أن شدة البرودة في فصل الشتاء تصل إلى 20-30 تحت الصفر، فالأيتام يكونون متواجدين إما بالسكن أو في المدرسة داخل هذه الدار، وكانوا يفتقدون لأي مقومات اللعب داخل هذه المدرسة، واليوم بفضل الله عز وجل ثم بفضل المتبرعين وبيت الزكاة بنيت هذه الصالة للأيتام. أما الأمانة العامة للأوقاف كان نصيبها مشروعين، الأول مستشفى عام مجهزا بغرف عمليات ويخدم أكثر من 60,000 نسمة، وأيضا قرية الأرامل والتي تعد من أكبر المشاريع الخيرية في مدينة أوش، تشمل 150 وحدة سكنية مع كامل مرافقها العامة. المشروع الأول كان عبارة عن المستشفى العام للأمانة العامة للأوقاف، وهو يخدم ما يقارب 60,000 نسمة بجميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى المشروع الثاني اللي إحنا فيه الآن اللي هو قرية الأمانة العامة للأوقاف للأرامل، والقرية متكاملة فيها شبكات مياه بالإضافة إلى الكهرباء واصلة، بالإضافة إلى فيها عدة مراكز داخلها، فيها مخبز بالإضافة إلى مركز للخياطة، وأيضا فيها سوبر ماركت بالإضافة إلى المستوصف والمسجد. كم وحدة سكنية؟ ما شاء الله هي 150 وحدة سكنية في هذا المشروع، وهذا ليس المشروع الأول، قبل 3 سنوات أيضا بنينا قرية الأرامل في العاصمة بشكك، وأيضا كانت تضم 150 بيت أيضا. وافق مجلس الوزراء السعودي على التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت في مجال السياحة، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي أنه تم تفويض وزير السياحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مجدداً أهدافاً حساسة في مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الناطق باسم الوزارة قوله إن القوات الروسية واصلت توجيه ضربات مكثفة ضد مواقع القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة في عدد من الأقاليم الأوكرانية. وتوالت ردود الفعل الأمريكية الأوروبية على الهجمات الروسية الأخيرة، حيث أعرب مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن صدمتهم، وتعهد قادة أوروبيون بتقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف،
ووعدت وزارة الدفاع الألمانية بتسليم أوكرانيا منظومات دفاع جوي متطورة خلال أيام. كما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال مع نظيره الأوكراني بالهجمات الروسية التي استهدفت مدنا في أوكرانيا بما في ذلك كييف، وتعهد بايدن في الاتصال بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية في مصفات ميناء الأحمدي بعد توقفها عن العمل بشكل اضطراري في وقت سابق من مساء أمس الاثنين. وقالت الشركة إن عمل هذه الوحدات عاد إلى وضعه الطبيعي بعد استئناف الهيئة العامة للصناعة تزويد المصفات بمياه التبريد اللازمة لتشغيل هذه الوحدات. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي $2.33 ليبلغ $100.43 للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل $98.10 للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. تصل إلى البلاد غدا الأربعاء وفود منتخبات العراق والهند وأستراليا للمشاركة في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا المنتخب الوطني والتي تستضيفها الكويت من 14 إلى 18 من الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاما المقرر إقامتها في أوزبكستان العام المقبل. وتقرر إقامة المنافسات على استاد علي صباح السالم بنادي النصر بعد تفقده من قبل مسؤولين في الاتحاد الآسيوي مؤخراً.